ده الشيء اللي كان بدي اياه. طب حبيبه شو شكلك ناسي اسمي عم تعيطي لي حبيبه؟ تعال اقعد حتى طلع دكتور. شوفي دكتور للزوجين طلع شو عم يحكي. دكتور للزوجين؟ ايه يعني حتى ما كثير يلاقوا مع بعض. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يجي هاليوم. شو ورقة لوتو هي يعني شو بك؟ شفت العالم شو بتعرف تحكي؟ يعني لازم انت تتفاهم معي ولازم اسمع شو شفت شو عم يقول؟ اسمع شو قال لك على القليلة تترك اسمعش كل واحد حريته. ايه؟ كل واحد حريته؟ ايه بشو؟ عقد ما بتحبي للشخص تعطيه حريته. لا أنا ما عم بعطيك حريتك. واحكيه بصوت واطي. والعم يقول إذا الواحد كان عم بيصرخ صرخ معه أنت حتى ما تحس إنه أنت عن جد مظلوم. لا صرخ معه احكي أوكي؟ ليك جبتينا شو بدي؟ شوف تعلمي عارتني قهرتني. علاقة ناجحة بالحوار الناجح. ايه. ايه شفت إذا كان الزوج معصب لازم الزوجة تسكت، إذا كانت الزوجة معصبة لازم الزوج يسكت. ما يحكي ولا كلمة. وين الحوار بالموضوع؟ طلع مين شو عم يعني طب ما اسمعي حضري الك ساعة عم تحكي ما سمعنا شيء، جاي تعطيني مشوار من آخر الدنيا لهون حبيبي تعا حضر لهيدا تعلمي منه تعلمي هلا آخر شيء آخر شيء بيحطوا رقمه بنروح لعنده ببعتك لعنده بعتني لعنده؟ بنروح انا وياك لعنده. بيقول اخر شيء اذا ما تفهمتوا مع الزواج من الافضل انه تتجوزوا حدا تاني. ايه هي تلينكس. يعني انا بكتشفك بعد ما اتجوز بنعرف اذا فينا نتجوز ولا لا. تجوز بعد بيتجوز بيرجع اذا بيتجوز. هو هيك قال. كيف هيك قال؟ الدكتور المحترم هو هيك قال. ليك اذا انت عم تطلع لي بقلبك هلا حطيت ركبت إيه. القعده كمان تقولي لي بقلبك يعني ببالك لا بالتلفزيون انا تجوزت فيك فيك ما كنت رايحه سلطه بحبه ماما بدي اياه عشو تجوزتك عشو ما بعرف عشو تجوزتيني كل جمعه بتعملي لي قعده بتتنبشي لي على البروجرامات وهيدا وين في كيف بيظبطوا العلاقه الزوجيه وتلاقي تجيبي لي كتب كيف بيظبطوا هيدا ورشرشات صار المطبخ اللي على برات كله تلزيق اذا ما عجبك حبيبي روح عند امك اللي عن جد قهرتني كمان اكثر منك ما تجيبي سيره امك ايه ما تجيبي سيره امك رح جيب سيره على شو ما كل يوم عم تتصل فيا ما تزعلي ما تزعلي ما بتعرفي انه انت عم تزعلني اكثر نحن عنا بالعائله بيتجوز العائله كلها عن جد؟ ايه شو حماتك هيدا؟ لا انا ما بعرف حماتي ولا شيء بعرفك انت اللي عايش معي مش حماتي اللي عايشه معي ثاني شيء ما عملت شيء من كل لا بتعرفي تشطفي مثل الخلق لا بتعرف تطبخ مثل الخلق لا شو على القليلة قبل ما تعلم على القليلة قلها شي البيزكس يعني شو بدك هلا؟ ما نعمل طب انت جبتيني لهون تا نحضر ايه خلص خلصنا خلص ايه شو؟ ايه شو استفدنا من الموضوع يلي قاله هو؟ شو استفدنا؟ طب ليك تا نمشي بستابس شي مرة يلا حوار ناجح صح؟ يلا هو نسمع برواق هيك قال هيك قال وقال إذا أنا كنت معصبة أنت تسكت وإذا أنت كنت معصب أنا أسكت هو هيك قال بالتلفزيون بعطيك التحبي تروقي شوي مقهورة الآن مش كل مرة نفس القصة مش كل مرة عم تصل فيي أمك عم تكون نايمة اثنين الصبح عم تقلي ما تزعلي كل مرة هيك في حدا عم يتصل اثنين الصبح أنا أكون نايمة حدا؟ يعني اثنين الصبح أمك حدا ولا أمك؟ أمك حنان حدا ولا أمك؟ مين عم بدي اقول لك الساعة 2 الصبح؟ مين عم بدي اقول لك الساعة 2 الصبح؟ وبدك تظبطي العلاقة الزوجية حدا بدي اقول لك الساعة 2 الصبح؟ خلص مين عم بدي اقول لك الساعة 2 الصبح؟ قلت لك امك فرجيني وين تليفونك؟ لحظة وين تليفونك؟ تليفوني هون
طب خلاص ماما ماما دو حبيبة حبيبة دو حبيبة روا ايه حبيبة كار. طب جيب تليفونك حبيبي جيب تليفونك يلي عم يحكي جيب تليفونك وين تليفوني يا يا جيب تليفونك عند الساعة أنا الكاملة عمل الكود يلي كل مرة عم بيتغيروا حبيبي كل صبح عم بيتغيروا حبيبي تعال البصمة لا لا أنا بدي أروح الحمام شوي وراجع حنان حبيبي حنان روحي إنه عن جد بدي أفهم كم 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 رقم عندي 10 أرقام عندي بسم الله إيه مين عم يتصل أمه ألو نايمي ولا نايمي يا حماتي ولا نايمي أعطيني واو برافو 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 شفت بيعمل ازاي معاه؟ يا لهوي تفتكر هلاقي واحد زي ده؟ يا ابني اتفرج عليه ده فظيع يا بت ده انا اخوكي يا ايه تنسيت نفسك ولا ايه؟ انا بقول لك يعني ها ده واحد جوزها ده ما تيجي نعمل حاجة نتفرج ايه بس عشان خاطر استنى نتفرج عليه ما تيجي نعمل حاجة نتفرج هنتفرج عليه نعمل اللي جبته اليوم البلاي ستيشن؟ لا يلا 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 نتفرج 3D لا انا عايزة العب بلاي ستيشن الاول تلعبي بلاي ستيشن؟ اه ما تضحكنيش كده امك بقى نلعب نتفرج 3D احسن والله العظيم 3D؟ ايه انت جبت الفيلم اللي قلت لي عليه ايه بتهزر لا انت روح عيط روح عيط ويلا بس بقول لك ماما عرفت ما معرفتش بتهزر لا العظيم معاك طب يلا تبعته بالراحه عشان لو سمعتنا اللي عمله هتولع فيك خدي النضاره يلا امسك انت شغال بقى بس ده غريب شويه ما تتفاجئيش هاتلي لي حيوانات وكل شيء قدامك طب استنى بس انا ممكن استنى بس نقفل الفيلم ده الاول اوعى تتخضي لا امسك شغال طيب الاول واو هو هيبتدي كده الله الخضرة شفت الخضار خضر خضر شفت الخضار خضار يا ابني استنى يا ابني ده اسد لا اسد جاي انت جاي في وشك انت استنى سبحان الله واو واو شفتي؟ انت بتمسكي فيك بطياره بس اي حد انا حاسه المايه تحتي استنى سبحان الله اول مره اتفرج 3D سبحان الله ده في المايه تحتها لو كانت تقدي ايه شفتي السما؟ مثل السما عندنا يا عم لا انا مش مستعمله البتاع ده انا وحشه قوي حاسه كانه بجد عايشه فيه لا كبير في ديناصور جاي ده زي اللي انت قلت لي بالظبط في ديناصور جاي يلا تري دي حسب ميه انت تمسكي فيه ليه؟ لا مش جاي مش جاي علينا جاي علينا مش هيعضك مش لا لا والله ايه؟ التكنولوجيا دي التكنولوجيا دي سيدي 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 صار خلص خلص حد ما يتفرجش معاك يا انت غبية يا عم ده ديناصور في وشي يا عم انت ده مش واخد بالك ان ديناصور سبحان الله بقول لك ايه رجعه بقى مكانه عشان ماما لو قفشتنا انت بص هتبهدلك طب تعالى اتفرج على الفيلم اللي هو اللي كان فيه بنت بتستخبى تحت السلم واحد بيطلع ياكلها انا عايز اشوف فيديو كليب في بنت حلوه بنت حلوه ايه؟ احترم نفسك هقول لها فيديو كليب هقول لها والله العظيم عايز اشوف فيديو كليب هقول لها مين دي؟ انك رايح تتفرج على البنت مين دي؟ صاحبتك يا حبيبي انا بسمعك كل يوم بتتكلم معاها بالليل موز بتاعتك يا برنس فاكرني هبله؟ لا هتشوفيني مع صاحبتك طب قضيها بقى قضيها صاحبتك احلى نتفرج على ايه؟ على صاحبتك؟ انا عايز اتفرج على الفيلم اللي هو بتاع البنت اللي ما تيجي نجيب مزيكا احسن مزيكا طب بالثري دي برضو كده الله الله بحب الواد ده قوي انا نفسي احضر له حفله
تعايزني واحد حجزتي تيكت الحفله بتاعته. يا بنت ان اخوكي والله العظيم والله هقول لماما هدعوسي. الله صوتك عالي يا حبيبي. صوتك وحش اسمع. الله غيرتك علي يا حياة. ما تيجي نتفاجئ في استاجا يا عم ما كملش دقيقه على المحطه. انت في واد رافائيل بجد وبجد ام التلفزيون جنب عشان انت عادتك وحشه. انا عايز اتفاجئ بجد عادتك وحشه. حلوين يا عم الواد ده رخم وبصراحه ملزق والبت كل شويه قاعده تزعل. لا والله حلوين رافائيل وحنان. بس انا هخرج خديك عندي ما فيش. خليك انت حبيبي اصلا ما بحبش البرنامج ده. يلا سلام. بس اختك رايح فين؟ رايحه. طب هات لي لب وانت جاي ماشي. هات لي لب. لب لا حد يا حبيبتي. اوكي شو احلى شيء عملوه؟ 3D حلو خلصنا. توب صباح الفل يا انوسه. ايه يا عم في ايه؟ اتفرج على ايه؟ شايفه؟ ايه ده؟ ده شريط. هات شويه شريط. سموه شريط، بيحكوا كيف عملوا فيلم، كيف كانوا يعملوا افلام قبل قديمه. ايه افلام سمعت؟ قديمه مش فاهمه. اسمعي. ما بيتكلموا انجلش وانا ما بفهمش. تفهميش انجلش؟ لا. طيب حاولي تفهم. طب اقلب جيب حاجه تانية. طيب كيف اقلب؟ كيف اقلب يا عم؟ ما تخش من الفشار خلاص. انت عمال تاكل لغايه ما هتفرقع. ماشي تفرقع. ماشي كنت تعمل كده في بنت عمك. قشطه قول لي. طب اقلب. طيب يا عم جيب لنا اي حاجه تانية. هو ده؟ لا مش هو ده. ايه مش هو ده؟ وكله اجنبي عندك؟ غير مفيش عربي؟ كله. طب هندي مفيش؟ تتموتي بالرأس. شوفي الرأس تصير تعملي هيك. أميتاب باتشين ماله ده؟ ماله قولي ماله. سيبنا نتفرج عليه. هينط من فوق القطر دلوقتي. من فوق القطر الترين. ترين اسمه ترين. ايوه قطر دي ما فهمتهاش. اتفرجت عليه مرتين فيلم. يلا غيري. انا بحب في اغنيه جايه دلوقتي بحبها الحركات بالانجلش او بالعربي. بالهندي انديان. تعجبك والله. تعجبك الاغنيه لحنها حلو. ماشي. طب غيري. انا اكره شيء عندي بالحياه هو الافلام. طب والله انا غيري. طب انا بحبها. غيري يلا يا عم. انا ضيفه عندك يا عم. في ايه مالك فشار؟ وقلنا ماشي سيبنا اتفرج شويه ارجوك. الله. طيب بدو يرقصوا مثل دايما. يلا عملي لنا عرض. يلا وقفي اعملي عرض. وقفي يلا قصي مثله. يلا انت رخم والله يا انيس. شوفي مشكوره يا عم. ماتش كوره ايه وقرف ايه؟ انا وانا قاعد اتفرج على ماتش كوره ليه؟ انا هيسجلوا جون. طب انا ماليش انا في التعصيب والحاجات دي. اهدي. طيب نغير. هات لي كرتون. طيب تعرفونا من هو همترو. حلو هات كرتون. والله وقت سكوبي دو دلوقتي. استنى فين القايمة عندكم؟ يا رب يا رب. طيب انا هطفي. طب انا ما اعرفش المغامرة النهاردة ايه بقى في سكوبي دو. عجبك كده؟ قص يلا قص يا عم. في الكرتون اتفرج على رقص على الكرتون ازاي؟ من موسيقى. طب هات لي قناه شعبي عندكم.
فيها غني شعبي. غني شعبي؟ أو مرقص. أو والله. يلا. لا هات 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 قناة شعبي. ملينا. كتير. وين حاسه كنت؟ أنا قليل تقطش مشهد بس حس إني مليت. ما فيهاش حاجة جديدة. ما فيهاش أفكار.